صباح الخير، صباح الزهر، صباح السرور، صباح التيسير ورزق الكثير ان شاء الله. حق القلوب الزوينه كي داير لباس عليكم. المهم الشتا كاينه ودرت هاد الطربوش يا اختي، كان عندي مخبع شحال هادي ودابا عاد فكرتو راه واحد البرد كاين راه ما نعاودلكمش، وزيد غير المنظر ديال الشيباني عند مخبع في الماريو، لان عندي كاع دوك المدوله كاملين هزوهم لولادي ما عرفت فين داروهم. لي شي منظر ما كيرضاش، واش انتما بحالي ولا كيهزوا لكم ولادكم بنظلهم وما كيرضوهمش. المهم انا غادي نمشي للميركادو نسخر شي حاجه من الغدا وغادي نوريكم يا اختي الاجواء كي دايره. عرفتي هنا الشتاء والبرد. المهم انا غادي نمشي للميركادو ونشارك معكم الاجواء. شكرا لكم على التعليق ديالكم الزوينه، ومرحبا بالناس القدامين ومرحبا بالناس الجدادين، ويلاه معايا في هذا الفلوق هذا. المهم انا خارجه دابا نمشي نشوفوا الاجواء كي دايره الشتاء. انا غادي نوريكم الشتاء، ما عرفتش انتما عندكم الشتاء ولا لا. عرفتي راه البرد، البرد ما نعاود لكم. شوفوا الاجواء. نفتح اختي المظلل ديالي. وهادو هما يا اختي لافاندريات اللي كنت قلت لكم في واحد الفيديو. فهاد الايام الشتاء كتكون عامره الدنيا تمايا، تصبينا 5 الاورو عرفتي، ديري فيها الحوايج كتنشف، حيت كاينين نشافات بوحدهم ومصبغه وصبانات بوحدهم، عرفتي واحد الريحه كتخرج منهم كتكون الدنيا عامره. غير الحقي وديهم للدار طيهم وحشيهم في الماريو. شوفوا انا راني مقديه ياك، انا مقديه جيبه الصخيره جيبه كلشي وزيت وراه جايه باغا نتمشى. عرفتها غادي نمشي حتى لهي ورجع. الدنيا خاويه، هاد البورطو اللي حدايا اللي كنجي ليه دائما ها نص غليوني، وهنا ها كتكون عامره الدنيا هنايا عرفتي. وشوفوا الشتا واش هدا المنظر عرفتي مع الدبان، وكنصور لكم شوفوا الاجواء هنا ديال الشتا. هاد الموضوعه كتكون عامره في العشيه مع الناس كبارين. ايوا ودابا الدنيا خاويه. ايوا جيت نشوف هنا الاجواء كي كتكون بايامات الشتاء كتكون شي حاجه زوينه، شي حاجه واو. ها المهم انا ندور الكاميرا دابا عرفتوا راه البرد، وجاي نشارك معكم هاد الاجواء هادو. ودابا غنصور وكنتمشى وما خلاتنيش المنظل مع الكاروشه داه وما خلاتنيش المنظل. المهم انا غادي نمشي تا لراس الدرب، شكون كيعقل على راس الدرب الله يستر. المهم غنمشي حتى الراس الليل فوق وغادي نرجع. كنشكر بزاف الاخت اللي قالت لي تبقاي تخرجي تمشي على الاقل ساعه د المكانه، ديري نص ساعه طلوع ونص ساعه هبوط، هي هذيك ساعه د المكانه باش بحال انا الركبه ديالي كتسرح شي شويه. المهم انا دابا غادي نمشي حتى الفقرة راه معطي الريح والشتاء، واخا هكاك ما بغاش نرجع للدار. علاش باغي نمشي رجلي، باغي نمشي الركبه ديالي عرفتي، عاد نمشي نرجع للدار ندير الغدا. المهم انا جيت شاركت معكم هاد الاجواء الشتويه، وانا عارفه حتى نتوما عندكم ولا لا. المهم اختي انا بدلت لي مطربوش كما قلت لكم اختي، عرفتي واحد السم ديال البرد ومغطيه به ودنيا وراسي، عرفتي راه البيض راه ما نعودكمش كي داير البرد. المهم انا غنمشي حتى الفوق ليه وغادي نرجع. المهم غنضرب هاد الطريق هادي كامله والشتا تبارك الله. شوفوا الشتا تبارك الله، الصلع النبي الخيارات. انا كنحمق نجي لهاد البورطو هذا، شوف الدنيا، شوف كنحمق نجي لهاد البورطو هذا عرفتي علاش. زوين كيحسك بحال راه كيمشي جزيره ساكنه، واخا انا ساكنه فواحد المدينه انا يعني في مدينه في البنيسولا يعني في البلاد في الدوله يعني في البلاد، ماشي في هذا في اسبانيا يعني في البلاد ماشي في الجزر. ويلو عرفتي عرفتي كتعجبني هاد الديكورات هادو، كيعجبوني بزاف. علاش الشتا والبورتو فهمتو، البورتو شي حاجه زوينه كيفتح
حتى راه المظلمه خلاتنيش نصور. ويلي المهم عاد جيت. المهم المظل باش نوصيكم البنات، المظل ديما هزوه معاكم لحقاش هنا عرفتي هنايا السوبر مارشيات الكبار فحال هادو اللي كنمشيو نتقداو منهم، والله الا الناس الكبار كاين منهم الا كيسرقوا المظله قسما بالله الا كيسرقوا المظله ويخليوك بلاش، انا كنديه معايا كنأخروه معايا وما نخليهش تمايا برا لحقاش كيهزوه فهمتي، كيهزوه من حيث ما تشتا كاين شي بنادم ما كيحشمش كيهز كيلقى هكذا المظل ويهزو ويزيد. المهم انا غنمشي ندخل الكار دابا ونشارك معكم شنو غنقول ان شاء الله. صافي هنايا راه كنت درت الطاجين ديالي نصبتو وغسلت الماعين وغسلت الدجاج وداك الشيء ورديت الطاجين كيطيب ونقيت الكوزينه. ايوا جيت باش ندير هنايا واحد سميتو داك تيراميسو، كان عندي هاد الكارطونه هادي ديال الكريمه، حيت واحد المره كنت تقديت ومشيت باش نسخر نتقدى باش نجيب ديك الكريمه بيضاء اللي كنديرو في سباغيتي وفي ديك السباغيتي اللي كنشارك معاكم دائما بالدجاج اللي كتعجبني، وانا نغلط وهزيت هذيك الكارطونه ديال الناطا مونطاد يعني هادشي ديال الحلويات. ايوا عرفتي شنو غادي ندير اش غادي ندير. فاش مشيت هاد الصباح خرجت جبت ديك التقديه ما شاركتهاش معاكم يعني حاجه بسيطه وصافي، جبت هاد الكايطاس هذا باش غادي ندير بها التيراميسو. المهم هنايا درت غير واحد الكريطينه بقات عندي كارطونه راه بقات مخبعه حتى المره اخرى، حيت هاد الكريمات هادي غلطت فيها، ولكن بعض المرات كنجيبها كندير بها يعني الطارطه في الدار، كنجيب غير لاباز ديال الطارطه يعني طايبه واجده وكنجيب ناطا مونطاده هادي النيت وكنصاوبها وصافيها هالكيكه واجده. يعني بعض المرات كنتشهاو شي حاجه ديال الحلويات كنصوبو كيكه يعني في الدار، فعاد ما تمشي تشريها يعني مثلا بخمسة اورو او عشرة اورو او تمنية اورو، يعني هنايا الكيكات راه من خمسة اورو الفوق كيكونوا واجدين جامدين كيكونوا عامرين بزاف بزاف غير بهالناطا. كنفضلو حنايا نشريو لاباز ديال كيما كنشارك معاكم شحال مره شاركت معاكم لاباز ديال الطارطه طايبه واجده، والكريمه خلاص كتشريها بوحديتها وكتشري باش ديكوريها. ايوا ملي غلطت في هذيك الكريمه هذيك قلت اش غادي ندير، المهم الطاجين ها هو راه رديتو كيطيب، راه ندير هاد التيراميسو هذا اليوم نحليو به، واخا راه كاين البرد بزاف ولكن راكم عارفين بهاد الايامات ديال البرد كيكون ضروري شويه ديال السكريات يعني باش كيسخن الكويربو باش كيسخن يعني الجسم، واخا صراحه هاد الايامات الشتاء والبرد راه كيف ما شفتو في الفيديو مع ما كنخرجوش بزاف راه الواحد الانسان هاد الايامات الشتاء بحال كتزاد شي شويه الخاطر والكانف، الجسم كيطلب بزاف الحلويات بالسكريات باش يسخن الذات، ولكن هي صراحه ماشي مزيانه للصحه، ولكن ما عندنا ما نديرو. المهم انا كما قلت لكم كنت شريتها وغلطت فيها، ايوا قلنا رانا قلت رانا غادي نديرها التيراميسو هذا. هذاك الكاطو باش كيدير فزقتو غير في الحليب، كاين اللي كيفزقو في القهوه، انا ما كتعجبنيش المذاق ديال القهوه، درتها هنايا في الحليب يعني بلا سكر بلا والو، وحتى ديك الناطا راه ما درت فيها لا سكر لا والو، يعني ما بغيتش ندير نقوي قوت في السكريات بزاف والحلويات، لان هذا الكاطو هذا هاد كايطاس هذا راه فيه اصلا فيه السكر مصاوب من السكر من الفوق من الداخل، يعني خليت الكريمه مسوسه وصافي وفزكت فيها هكذا ودرتها في هاد اللاطه هذه وصافي، غادي درتها باش غادي تجمد ونحليو بها يعني من مورا الغداء، وبحال هكذا اللي الدراري مثلا بنادم راكم عارفين مع هاد البرد هذا كضرب دوره وخصك غير تشوف ما تنقبي. ايوا نطلبوا الله خير والسلام على الله العظيم، بنادم مع هاد البرد هذا ما كيحتاج غير خصو غير ما ياكل عاد دوره دوره وخصك تاكلي، ما كيكثر الاكتئاب بزاف مع بنادم ما كيخرجش كيجي الاكتئاب كيبغي غير كضربي دوره وتشوفي ما تاكلي، بعد ما كتنوضي في نص الليل تقلبي ما تاكلي. ايوا واش غادي نديرو البنادم ما كيخرجش هو هذا حالو، اللي كاين ما كيجيش مع هاد الاجواء ديال الشتاء بحالي انا صراحه ما كيعجبنيش، ولكن ما عندك ما دير، هاد المنطقه اللي ساكنه فيها انا فيها الشتاء بزاف يعني، وهاد العام دابا مؤخرا ما بقاتش كطيح الشتاء بزاف عندهم هنايا، العام فاش جيت سكنت هنا عرفتي شهرين ما وقفتش، ولكن دابا مؤخرا ما بقاتش كطيح بزاف يعني ما عرفتش علاش صراحة، واخا هنا كاين الجو فيه الرطوبة بزاف ولكن اش غنديرو كل منطقة. المهم انا كتجيني هنايا ولفت في الاول ما ولفتش الصراحة، ولكن دابا بديت كنولف الشتا
واخا انا راه ما كتعجبنيش الشتاء. المهم هنايا صافي راه صوبتها وستت داكشي ودرت ليهم، درت ليها كولاكا وغادي نجمدها. في ساليت تيراميسو راه درتو كيجمد، وهنايا بقى لي واحد شويه ديال الكسكسو، ها هو غادي يبان لكم مرون ولكن راه ماشي مرون. علاش ماشي مرون؟ لان ملي كتحيد من الموضوع يعني التستيفه الاولى والتسقيه الاولى غير كيتحيد، ملي كيدير شي تبصيل اخر كيبقى كيبان مرون، ولكن هو راه باقي مزيان وباقي نقي. علاش؟ حيت انا درتو في الطويجينه هذه، وديك الخضيره اللي بقات فوق منه درتها عليه، داكشي باش بان مرون، لان ما فيه لا الحمله ولا ما بقاتش فيه القريعه. ولكن انا علاش بغيت نوريكم الهدف والفكره ديالي من هذا الكسكسو باش ما ترميوش، سواء يشيط لكم بكميه قليله بحال هكذا ولا كميه كثيره، يزيد يبنان وتزعموا تاكلوه وما عمركم ترميو كسكسو. انا غادي نوريكم فكره. انا طاجيني راه هو طايب، ها هو راه طايب، والتيراميسو والتيراميسو راه درتو كيجمد. ولا بغيت ناكل هذا، ولكن انا بغيت غير نعطيكم فكره باش ما عمركم ترميو كسكسو، لان انا كنت بزاف المرات شحال من مره كنرمي انا بزاف ديال الكسكسو، ولكن من درت هذه الطريقه هذه كيجي يزيد كيزيد يبنان وكيجي زوين وما بقيتش كنرميه. وهنايا عندي ايترو ديال داك السومو، العقده ديال المندارين، بقى لي غير هاد سميتو الليترو، يعني كانت بقات لي هنا نص، زدت عليها الماء وعطاني هاد الليترو اللي باقي ليا غادي نشربو، لان صافي هذا هو الخد ديالو اللي بقى. باش قلت لكم انا المندارين واخا يكون مر الطريقه جربوها وغادي يجي زوين، وما ترميوش منها عصير، عود ما تشريو من برا يعني مصنع، ها هو عصير طبيعي وشربيه في دارك. واخا تشري مثلا مندارين، حيت بعض المرات كنشتوه كنلقاوه مر. المهم انا غادي نوريكم الطريقه ديال الكسكسو كما قلت لكم باش ما ترميوش. المهم طاجيني انا ها هو راه طاب، درت فيه الدجاج والخضيره والبطاطا وداكشي، ها هو طاب غادي نحيدو. عندي هنايا شويه الحليب، انا غادي نزيد الحليب وغادي نزيد نسخن، نزيد نسخن ونخليه حتى يغلى الحليب. ها هو غلى، شفتوه كسكسو ها هو كيسخن هنايا فواحد شويه فوق البوطه هنايا، باش الطين هذا يشد شي شويه ديال السخونيه، وغادي نزيد عليه الحليب، غنزيد نسقيه بالحليب ها هو، وغادي يزيد يسخن. ها نخليه واحد شويه سخن ومن بعد ناكلو. ايوا صافي ها هو وجد، ها هو كيجي بنين وسخون. انا ما بغيتش نخليه يسخن بزاف على حساب ما كنقدرش ان المعلكه الماكله سخونه. صافي العصير ديالي ها هو وجد، درتو هنايا، وها الطواجن ديالي حتى هو ها هو وجد. ايوا صافي غادي نمشي نتغداو دابا. المهم تيراميسو ها هو راه جمد شويه، ها هو شفتو راه جمد، ها هو راه جمد، قطعت منو غير الطريف هذا باش نحليه وصافي. وهذا غادي نردو الكونجيلاتور، المهم باش نحليو شي شويه الحلاوه، راكم عارفين هاد البرداله زوينه. ايوا صافي كما قلت لكم ها هو كسكسو كيجي زوين. ها سخون كيجي بنين، مع كيزيد الحليب سخون وكيزيد عاود الحليب مره اخرى كيزيد يبنان عاود، وكيولي واحد مريقه عاقده فيه بالحليب، كيجي فن. المهم هذه الفكره انا عطيتها لكم باش ما تبقاوش ترميو الكسكسو ديالكم، سواء قليل شاتكم قليل، لان بزاف ديال الديور بزاف 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 كيشيطهم كسكسو، كاين اللي كيرميه لقطات برا، كاين حنا ما عندك هنا فين غترميه، طريقه دير والو باش ما تبقاوش ترميو الكسكسو، واخا يبقى لا غدا ليه او العشيه في العشيه تعاودوه، هذه الطريقه ديروها ليه. المهم ما تنساوش باللايك والاشتراك والبارطاج باش دائما نوصلكم الجديد ديالي ان شاء الله، وبسمع عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.